يقول هل يجوز شحن الموبايل في المسجد؟ لا، أنا أدين الله أن هذا لا يجوز، وإن اضطررت إليه مرة وجعلت أخا وكيلا يفعل ذلك، لكني أقول لا يجوز، لأن الكهرباء في المسجد وقف للمسجد لطلب العلم بقى، لسماع الدرس لغير ذلك. أما الموبايل هذه شخصية، حالة شخصية، إلا إذا كان الموبايل ده اسمه موبايل مكتوب موبايل وقف للمسجد، بيجيبون عليه الفتاوى، يعني الفتاوى تأتي وهو يجيب عليه الفتاوى، يبقى نعم. أو يكون طالب علم، يعني خطه يسمونه خط إيه؟ خط الساخن، خط ساخن بقى، والناس ما تترك وما عنده إلا ذلك، يبقى هنا الضرورات يبقى المحظورات. لكن الأصل أنه لا يجوز شحن الموبايل في المسجد، أنا أدين الله بذلك، وإن كان بعض علماءنا من أهل الحجاز يرون الجواز.